حاجة عواطف صح؟ صح. أنا زنات، زنات اللي بتزوق البنات، عايزة فتلة، ندفة، حواجب، شعر، أي خدمة. زنات خدمة 24 ساعة والنعمة ما هي راجعة. ما بشربهاش. والنعمة ولا أنا حاجة عواطف. إلهي يا رب يبشبش الطوبة اللي تحت نافوخها، عمرها ما كسفت إيدي. طب والله العظيم أنتِ بنت كدابة، أمي عمرها ما مسكت سيجارة في إيدها. وبطلي لوكلوك كتير لحسن أقدرك. اتكي على الصبر شوية يا أست غالية، بالهداوة عليا ما تاخدنيش على الحامي كده. الله يرحمها قطعت فيا بالجامد. طب والنعمة دي وعلى عينيا، كانت أحن عليا من أمي اللي زلطتني. المامات محفوظة يا أست غالية، ده لولاها ما كنت عرفت بيت ليلة واحدة في المخروبة دي. حكمان راح جاي على القناطر، اخرج من هنا الحكومة تشدني من هنا، راحة جاية راحة جاية. كيفهم يرازوني؟ بقيت ممصوصة كده من كتر الشحططة. يا بنتي انت عندك كام سنة على راحة جاية دي؟ لا ما الحكم تملي مفيش. لو انا ما قلتلكيش انا جاية اداب. استغفر الله العظيم. بالك الاداب دول انضف ناس، او النعمة. لا بنسرق ولا بنقتل ولا بناخد حاجة من حد غصب. طب ده احنا اللي بندي، واوقات بالرخيص قوي كمان عشان نعيش. بره السجن جوه السجن هي كلها عايشة. بالك انتي السجن ده مش زي ما الناس فاكرة، محدش هنا بينهش في حد، كلنا عيلة في بعض، الهم واحد والغلب واحد. مع اننا مش من طينة واحدة ولا هنكون، هتلاقي اللي فوق واللي تحت، الكويس والدوني، بس لازما ولابد نعيش سوا. اقول لك الخلاصه، احنا هنا عايشين تحت سقف واحد، ما بيفرقناش عن اللي بره غير القفل اللي بيتسك علينا بعد التمام. كلنا هنا اسره في بعض، بنكفي نفسينا بنفسينا، يعني المشهير يكب على الكحول واللي لسه بصحته ينطع عن الكبير. شايفه البنات اللي هناك دول؟ اسره راندا بيقولوا لها يا ماما، ودك هما اسره وفاء. بس ده ما يمنعش ان انت ممكن هنا ولا هنا تلاقي نضرجيه تبقى عين السجانه على البنات، وكل سجانه هنا وليها عين. طب والنبطشيه؟ لا دي لا مؤاخذه اهم من السجانه، ده المأمور بيختارها بنفسه. واحده كده تكون واخده لها مؤبد اللهم احفظنا، يزرعها في وسطينا في العنبر بالليل، تنقل له كل اخبارنا واخباركم انتوا كمان. مش هتاخدي سجاره بقى؟ يا بنت ما قلت لك ما بشربهاش. يوه وانا قلت لك تشربيها، ده واجب. والست عواشف كانت سيد من يعرف الواجب، كانت تتقبل التحية لاجل الود كده ما يتنوا موصول بناتنا. انت وما الود يتوصل تعرفي تجيبي اخر الواحدة وتركبي كده المؤاخذة وتدلدلي رجليكي، وقبل ده وده يبقى لك عين رشقة جوه العمر، واحدة تكون تحت رجليكي تنقلك اخبار البنات طول الليل وتيجي تكبها في حجرك بالنهار.